قطاع للاعب ودوش. كره اماميه جوج ديال المدافعين امام اللاعب حسن الصواري. حذاري مضيعة الكره, كيخرج الحارس كره هدف. يعني ما عرفتش المره ديال حمل المسؤوليه فيه, واش الحارس واش المدافع. يعني هدف مشترك او بالاحرى خطا مشترك ديال المدافع وديال الحارس حمزه حمودي. هنا كتبان التجربه, يعني الحارس يفتقد للتجربه, كان سوء تفاهم كبير بينه وبين المدافع يوسف الترابي, لكن ايضا كانت مهنيه وكانت خبره ديال المهاجم ديال المشاهد. مره اخرى كانت خبره وكانت مهنيه ديال المهاجم ديال فريق الرجاء البيضاوي. حسن الصواري يعني ما فقدش الامل ديالو, هكا كتكون يعني الحس التهديفي ديال المهاجمين. يعني يمكن يكون خطا وهو اللي استغله بكل هدوء بكل سهوله المهاجم حسن الصواري. خطا لا يغتفر لا المدافع ولا للحارس حمزه حمودي, انما نعذرهم نوجد لهم العذر في كونهم من لاعبين الشبان, مازالوا يعني ما اكتشفوش التجربه اللي عند اللاعب حسن الصواري. على كل 2-0 الان لفائده فريق الرجاء البيضاوي بسهوله كبيره. كيسجل اللاعب حسن الصواري الهدف الثاني, يعني خروج خاطئ ديال الحارس حمزه حمودي. كنذكروا ايضا احد الاهداف